يا قائدا لمواكب الحق المهيبة، يا ختام الأنبياء، صلوات ربك والسلام عليك بدءا وانتهاء، يا قائدا لمواكب الحق المهيبة، يا ختام الأنبياء، صلوات ربك والسلام عليك بدءا وانتهاء. جئنا محمد من هنا، جئنا جميعا كلنا صوتا يحرر مفردات الصدق في سمع الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وطبيبنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لك الحمد على عظمته وجماله وكمال صلاتك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. المشاهدون الأكارم، نتواصل بحول الله وقوته وفضله، ونحن نستقبل شهر فضيل، شهر رجب المبارك، شهر رجب المعظم. هذا الشهر الذي فيه من الأحداث في سيرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تكفي حلقة أو حلقات في الحديث عنها، ولكن قصدنا أن نجمعكم بالدكتور الباحث البحر في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدكتور تيسير عبد الباري، المحاضر بجامعة أفريقيا العالمية والمعروف لديكم على مساحات السيرة النبوية العطرة. نحن استهلالا لهذا الشهر الطيب الكريم المبارك دايرين فضيلة الدكتور الشيخ يحدثنا عن موضوع اليوم، وهو الأشهر الحرم باعتبار أنه شهر رجب واحد من هذه الأشهر. يبقى حديثنا لهذه الحلقة فضيلة الدكتور، دايرين أنك تحدثنا عن هذه الأشهر الحرم، تفضل للسادة المشاهدين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إن شاء الله ونحن نستقبل هذا الشهر العظيم، الشهر المبارك، شهر رجب الفرد، شهر رجب المعظم. وقبل الحديث عن شهر رجب، نتكلم قليلا إن شاء الله في دقائق معدودة عن الأشهر الحرم، لعل السادة المشاهدين الكرام يعلمون أن ظرف الزمان وظرف المكان لا يستوون، في أمكنة لها خصوصية وفي أزمنة لها خصوصية. مثلا الأمكنة التي لها خصوصية، الحرمين الشريفين ما زي بقية الأماكن، المساجد ما زي بقية البيوت، بقية الأماكن، هذه بيوت الله، ولذلك دي أماكن لها غداسة ولها معنى ولها حرمة. حتى سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم جميعا قال للحجاج، وسيدنا عبد الله بن عمر من فضلاء الصحابة ومن علماء الصحابة، والصحابة كلهم فضلاء وعلماء، قال للحجاج خلاص قضيت المناسك؟ قالوا له نعم. انتهيتم من مناسك الحج؟ قالوا له نعم. قال لهم ارجعوا إلى بلادكم، ارجعوا إلى بلادكم. قالوا له يا ابن عمر تطردنا من الحرمين الشريفين؟ قال لا، لا أطردكم من الحرمين الشريفين، ولكن
هذه الأماكن إذا كان الإنسان ما يقدر يحفظ لسانه وما يقدر يحفظ نفسه، ما يقدر يعمل ضابط عليه نفسه وعليه تصرفاته، أحسن يرجع، لأن الذنب هنا مضاعف، الذنب أكبر من غيرها. فإما أن تحفظ نفسك تماما أو خير لك أن ترجع. فدل هذا على أن الأماكن يعني لها خصوصية، وكذلك ظرف الزمان. يعني رمضان ما زي بقية الشهور، له خصوصية. العشر الأوائل من ذي الحجة لها خصوصية، نصف شعبان له خصوصية، الأشهر الحرم لها خصوصية، وهكذا. يعني شهر رجب له خصوصية، كما سنبين ذلك إن شاء الله في حلقتنا القادمة. سادة المشاهدين، نمشي إلى الكنترول، نشاهد مدحة، ثم نعود للحديث مع فضيلة الدكتور تاج السير عبد الباري. نبينا أسرف كزرجب وناجى ربه وشاف العجب، الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب. البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار، حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. يا رجب في الجنة نخرة أبيض الماء باللبن كالعسل في طعم زهرة، يا رجب في الجنة نخرة. جاء في خبر الأمان هو شهر الله الحرام، يا كريم فتح ووالي ليك من قلب الغرام. شوف سفينة نوح بتجري في رجب كانت بداية، في محرم جاء جزري وفي جبل جودي ونهاية. يا رجب يا شهر ناير بارك النبي في هلاله، فيك رسول الله سائر في العروج ليزل جلاله. يا رجب شهر الصيام كم جوائز في صيامك، في تشرفت الأيام بارك الله في أيامك. في الجنان الغصر خالص لكل من صار في رجب، لكل من بالزود خامس للدنيا والشهوات حجب. وفيك معراج النبي قل يغزو النور ثابتا، وفي الحديث خبر جلي لمكة سافر بايتا.
صلت على من أعرجوا في العرش كلم ربنا والاسم أعلى وأدرجوا نشهد بأنك حبنا. صلت على من أعرجوا في العرش كلم ربنا والاسم أعلى وأدرجوا نشهد بأنك حبنا. يا رجب في الجنة نحرى أبيض الماء من لبن كالعسل في طعم زهرة. يا رجب في الجنة نحرى. يا رجب في الجنة نحرى أبيض الماء من لبن كالعسل في طعم زهرة. نبينا أسرف كزرجت وناجى ربه وشاف العجب الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب. البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. مرحب بكم بعد هذه المشاهدة لهذه المدحة. نواصل حديثنا مع دكتور تيسير عبد الباري في حديثه عن الأشهر الحرم. تفضل سيادة الدكتور. الله عز وجل ذكر هذه الأشهر والتي شهر رجب واحد منها ونحن نستقبله بعد أيام. يعني الله ذكرها في محكم الكتاب قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أيضا في حديث صحيح في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد رجب الذي بين جمادى وشعبان ألا هل بلغت اللهم اشهد. فيبقى هذه الأشهر الحرم مش مقدسة في الإسلام كما يظن بعض الناس ولا القرآن جاء به. القرآن أخبرنا أنها معظمة ومقدسة يوم خلق الله السماوات والأرض. يبقى من قديم الزمن منذ أن خلق الله السماوات والأرض وخلق هذه الأشهر جعل هذه الأشهر لها مكانة ولها غداسة ولها خصوصية. الذي يلفت النظر قال في القرآن فلا تظلموا فيهن أنفسكم. علماء التفسير ذكر الإمام ابن جرير شيخ المفسرين وذكر الإمام ابن كثير وذكر الإمام القرطبي وغيرهم من أئمتنا قالوا فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بارتكاب المعاصي بارتكاب الذنوب. لأن الإنسان الذي يرتكب الذنب ويرتكب المعصية ويصر عليها ولا يتوب ولا يريد أن يرجع
هذا ظلم نفسه. الله عز وجل يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلم نفسه لأنه عرض إلى غضب الله وصل إلى العذاب يكون ظلمة. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب، لكن هنا سؤال مهم. نحن إذا كان ظلم النفس بارتكاب الذنوب وارتكاب المعاصي، هذا ليس خاص بالأشهر الحرم، وإنما في كل شهور السنة، في كل أيام السنة، في كل أسابيع السنة، في كل ساعات السنة، الإنسان ممنوع من ارتكاب المعاصي والذنوب وما يظلم نفسه. نعم في كل السنة، ولكن في الأشهر الحرم بالذات. كأن الله عز وجل يريد أن يقول لا تظلموا أنفسكم بالمعاصي في كل زمان ومكان، لكن بالذات في الأشهر الحرم، فدي الخصوصية لهذه الأشهر. ويعني من ضمن الخصوصيات أن بعض الأشهر الحرم حدثت فيها أحداث، يعني ذو القعدة حدثت فيه أحداث، ذو الحجة حدثت فيه أحداث، المحرم حدثت فيه أحداث. ونحن إن شاء الله سنركز على الأحداث التي حدثت في شهر رجب المبارك. طيب، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ولذلك ونحن نحتفي ونحتفل ونتكلم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم وكرم، وهذه القناة المباركة وإذاعة الكوثر أيضا علمتنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المحبة تعظيم وتقديس هذه الأشهر التي نحن الآن بصددها، ونحن بعد أيام يعني خرجنا من بعضها ونستقبل بعضها. فعلينا إذن أن يعني نعظم ما عظمه الله. سادة المشاهدين، نمشي إلى الكنترول، نشاهد متحة، ثم نعود للحديث مع فضيلة الدكتور تاج السير عبد الباري. نبينا أسرف كزرجب وناجى ربه وشاف العجب، الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب، البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار، حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. قم يا ماشي ليه من عرجا شوق الليلة، أي قمر رابي حس ومرجا غوص في بحور اللججا لمن عرجا. يا اخوانا جاب الخزنة الملي مرجا من در لا لآلي ومرجا لمن عرجا شوق الليلة. الليلة جاب النابشة برمة ودرجة في تنظيمه فصل ومرج ليه من عرجا. هيا صاح وقال يا زلفرجا أنا توريني
عظيم الدرجة لمن عرجا شوقي وشوقي يا قوم يا ماشي لمن عرجا شوقي الليلة قوم يا قامر راوي حسه ومرج غوس في بحور اللجج ليه من عرجا جاب الخزنة الملي مرجا من در لا لآل ومرج ليه من عرجا شوق الليل قوم يا هيا جاب النبشة برمى ودرجة في تنظيمه فصل ومرج ليه من عرجا صح وقال يا ذو الفرجا توريني عظيم الدرجة ليه من عرجا شوق الليل قوم نادى غلام خجل برج بدا تنظيمه والطار هرج ليه من عرجا جمع الأمة من وين كرجا يا يوريها العجب والفرج ليه من عرجا شوق الليل قوم يا يوم ميلاد قال انخرج من بطن امه النور سرج ليه من عرج الايوان وقع واندهج هيا الايوان وقع واندهج والاصنام كذلك سهج ليه من عرج شوق الليل قوم ليلة ناير الوجنة سمح الفلجة يوم في الغار نهارت خرج ليه من عرجا أبجهل اللعين في ملجا هيا أبجهل اللعين في ملجا يعد مراس نتحت دلجة ليه من عرجا شوق الليل قوم الناس يا عظيم الدرجة كل واحدين مشوبه في ججل من عرجا جيتك يا عظيم الدرجة ايا ايا جيتك يا عظيم الدرجة هي تنغز من عميق اللججل من عرجا شوق الليل قوم يا ليلة عبدك عاقب يا من عرجا في العيلة العجام الطرج ليه من عرجا لكن حبه فيك مندرجا هيا لكن حبه فيك مندرجا ليلة نال بيك السرور والفرج ليه من عرجا شوق الليل قوم يا ليلة عبدك عاقب يا من عرج في العيلة العجام الطرج ليه من عرجا يا لكن حب فيك مندرجا لكن حب فيك مندرجا يا نال بك السرور والفرج ليه من عرجا شوق الليل قوم يا ليلة الصلاة والسلام مبتهجة للحبك تفرح وتهج ليه من عرجا في العادة كتسرج سرجا في العادة كتسرج سرجا
ليلك الفار الفنا والرهج من عرجا شوق الليل قوم يا ليلة دي الصلاة والسلام مبتئج ليل حبه كتفرح وتهج ليه من عرجا في العدالة تسريك سرجا أيوة في العدالة تسريك سرجا ليلك الفار الفنا والرهج ليه من عرجا شوق الليل قوم يا هيا قوم يا ماشي ليه من عرجا شوق الليل قوم يا هيا قوم يا ماشي ليه من عرجا شوق الليل قوم ليلة قوم يا ماشي ليه شوقي نبينا أسرف كزرجب وناجى رب وشاف العجب الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. مرحب بكم بعد هذه المشاهدة لهذه المدحة. نواصل حديثنا مع دكتور تيسير عبد الباري في حديثه عن الأشهر الحرم. تفضل سيادة الدكتور. الله عز وجل يقول في محكم الكتاب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله الأشهر الحرم وهي من النفحات الإلهية. جاء في الحديث إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. تعرضوا لها بالقربات بالاستغفار بقراءة القرآن بإكثار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم وكرم. يعني نتغرب إلى الله في هذه الأشهر وفي هذه الأيام المباركات. ألا فتعرضوا لها فمن مسته نفحة من نفحات الله سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. الله أكبر. سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ولذلك على مستمعينا ومشاهدينا الكرام ونحن نثق من 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 إيمانهم ومحبتهم يعني أنهم يقبلون على هذه الأشهر وعلى هذا الكلام بإقبال بقلوب مفتحة. أريد أن أقول أن الله عز وجل يفيض على قلوب أوليائه وعباده الصالحين يعني يقبل عليهم بالمغفرة وبالرحمة وبالرضوان في هذه الأشهر وفي هذه الأيام العظيمة. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يتغرب إلى عباده سمى نفسه الودود. العلماء قالوا كل اسم من أسماء الله له معنى وله خصوصية. قالوا معنى الودود الذي يتودد ويتحبب ويتغرب إلى عباده. كان نحن الذين محتاجين إليه. نحن الذين نتودد ونتغرب. لكن الله عز وجل من فضله ومن جوده ومن كرمه يتودد إلينا ويدعونا إلى محبته ويقبل علينا برحمته وبأسمائه الكريمة العظيمة. يعني
هذه الأشهر أريد أن أقول أن ربنا سبحانه وتعالى جعل مواقف في الأزمنة وفي الأمكنة يتجلى فيها على العباد، تجلى فيها على عباده الصالحين. وأولياء الله الصالحين دائما ينتهزون هذه الفرص. يذكرني كلام قاله الإمام الغزالي، الإمام الغزالي أبو حامد محمد ابن محمد أبو حامد الغزالي، يعني هذا الرجل من أولياء الله الصالحين ومن العلماء ومن الأولياء الكمل، يعني ذكر كلام جميل في أنه نتعرض إلى هذه الشهور ونتعرض إلى هذه الأيام. قال وأنه التجار التاجر يتعرض إلى مواسم للتجارة، يعني مثلا الذين يتاجرون في البلح في التمر شهر 9 يمشي الشمالية يشتروا كمية كبيرة من التمر، الذين يتاجرون في الذرة يمشوا إلى هديل ويمشوا إلى الدالي وإلى المزموم وإلى كذا والجزيرة والغضارف يشتروا كميات، والذين يتاجرون في السمسم ويتاجرون في كذا، تجار الطماطم هذه الأيام، يعني قال التجار لا يضيعون الموسم، لا يضيعون المواسم. التاجر الذكي النجيض الموفق ينتهز فرصة الموسم. قال وأنتم المسلمون أيضا لكم مواسم. نعم صحيح. وقام ذكر الإمام ذكر قال شهر رمضان من المواسم، الأشهر الحرم من المواسم، وركز على رجب من المواسم، ليلة النصف من شعبان من المواسم، ليلة العيدين من المواسم، وذكر أشياء كثيرة أكثر من ذلك بكثير. قال هذه مواسم، زي ما التاجر ما ضيع الموسم، لأنه لو ضيع الموسم بيجي يندم يقول يا ريتني كنت اشتريت، يا ريتني كنت تاجرت، يا ريتني كنت عملت كده، يندم. قال كذلك نحن إذا ضيعنا الموسم حنندم، يعني يأتينا شهر رجب ولا نعمل فيه شيء ونعتبر مثله مثل سائر الشهور، ويدخل بهين ويمرق بهين وما نكون عملنا حاجة، إذا ضيعنا الموسم. يأتي شهر رمضان موسم، وسنتكلم عنه إن شاء الله في هذه القناة المباركة عندما يحين إن شاء الله. هذا موسم عظيم، نحن أيضا ننتهز فرصة هذه المواسم عشان تكون الأرباح أضعافا مضاعفة. الإخوان في الاقتصاد يقولون الربح البسيط والربح المركب، في هذه المواسم الربح مركب، لأن العمل فيها مضاعف والعمل فيها أجر كبير والإقبال من الله علينا كبير. لذلك يعني علينا أن ننتهز فرصة هذه الأشهر وشهر رجب بالذات ونحن مقبلون عليه، فنقبل على الله عز وجل. واحد قد يسأل يقول لي يا شيخ السر، أنت قلت لنا نقبل على الله، ما الذي تريد منا أن نفعله؟ كيف نقبل على الله؟ هذا السؤال كل المسلمين يعرفون الإجابة عليه، لا يحتاج مني إلى إجابة، أنت تعرفه وهذا يعرفه والمرأة تعرفه والرجل يعرفه. كثرة العبادة، كثرة الاستغفار، كثرة التوبة، كثرة قراءة القرآن، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرة الدعاء، يعني دي كلها
من الإقبال على الله عز وجل في هذه الأشهر الحرم. بس فقط نحن نريد المتكلم والمستمع والمشاهد كلنا المطلوب منا أن نتذكر دائما، لأن ربنا وصف في جماعة من الناس وإن شاء الله أنتم لستم منهم، نحن إن شاء الله لسنا منهم. قال أولئك هم الغافلون. الغافلون يمر شهر رجب ولا يدع له اعتبار، يأتي شهر رمضان يدخل من هنا ومرات يقول الحمد لله الشهر انتهى. ليه؟ نعم الحمد لله، لكن ليه الشهر انتهى؟ وهكذا ديل الغافلين يغفلون عن التجليات الإلهية. الله عز وجل في أسمائه، أسماء الله هي صفات، يعني لما أقول من أسماء الله الحسنى الرحمن وصفة، الرحيم صفة، الكريم الحنان المنان الودود الغفور الشكور، دي صفات. هذه الأسماء الحسنى والصفات العلماء الأئمة العارفون بالله قسموها إلى قسمين: صفات الجمال وصفات الجلال. صفات الجلال وصفات الجمال. صفات الجمال زي الرحمن الرحيم الكريم الغفور الشكور الودود الحليم، دي صفات الجمال. صفات الجلال زي المنتغم القهار الجبار، دي صفات الجلال. طيب أنا جبت الكلام ده ليه؟ لأن الله عز وجل، انتبهوا إلى هذه العبارة، الله عز وجل يتعامل مع أوليائه بصفات الجمال ومع أعدائه بصفات الجلال. والله عز وجل في الأشهر العظيمة ذكرناها في هذه المواسم يتجلى بصفات الجمال ويتعامل مع أوليائه بصفات الجمال. فنحن ندعوكم من هذه الغنى المباركة أن ندخل في هذا الحزب المبارك، حزب الله، صفات الجمال، من أهل المحبة، من أهل الإقبال، من أهل التذكر. سادة المشاهدين، نمشي إلى الكنترول، نشاهد مدحة، ثم نعود للحديث مع فضيلة الدكتور تاج السير عبد الباري. نبينا أسرف كزرجة وناجى ربه وشاف العجب، الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب، البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار، حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. سابع شهري في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر اليسر والإعراض، وصفر صون شهر الرب. سابع شهري في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر اليسر والإعراض، وصفر صون شهر الرب. سابع شهري في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر اليسر والمعراج، والصفر صون شهر الرب. سابع شهر في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر اليسر والمعراج، والصفر صون شهر الرب. تباشر خير وذكرى لذية دائما للإله تحب، دائما للإله تحب، رابع الحرم طلب هي فيه رسول شاف له عجب. سابع شهر في الهجرية، شهر الإله رجب، شهر الإسر والمعراج.
الأبعاد وصفوا رسولنا شهر الرب. القرآن جليس شعار دعوات فيه مزايل كرب. سابع شهر في الهجرية شهر الإله رجب شهر الإسراء والمعراج وصف رسولنا شهر الرب. رحمات الإله تنصب بالطاعات عبر الدار يشهد لنا شهر رجب. سابع شهر في الهجرية شهر الإله رجب شهر الإسراء والمعراج وصف رسولنا شهر الرب. أصحاب الرسول حبوه وشوق له فاض غلب شوق له فاض غلب بالصوم غدرهم علوه رضوان الإله مطلب. سابع شهر في الهجرية شهر الإله رجب شهر الإسراء والمعراج وصف رسولنا شهر الرب. الأسرى وعرج في رجب الأسرى وعرج في رجب سلام التاج بغير تعدادي من الحوض جميع نشرب. سابع شهر في الهجرية شهر الإله رجب شهر الإسراء والمعراج وصف رسولنا شهر الرب. سلام التاج بغير تعدادي من الحوض جميع نشرب. سابع شهر في الهجرية شهر الإله رجب شهر الإسراء والمعراج وصف رسولنا شهر الرب. نبينا أسرف كزرجب وناجى رب وشاف العجب الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب. البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. مرحب بكم بعد هذه المشاهدة لهذه المدحة. نواصل حديثنا مع دكتور تيسير عبد الباري في حديثه عن الأشهر الحرم. تفضل سيادة الدكتور. مرة واحد من العلماء قال من العلماء الكبار العارفين اسمه أبو اللهم صل على سيدنا محمد اسمه أبو عامر قال أبو عامر ده شاف إبليس في المنام. قال له يا إبليس أنا والله لي زمن متمني أقابلك عشان داير أسألك سؤال وداير أعرف السؤال ده منك أنت إبليس بالذات. قال إبليس الكلام ده في النوم. قال له إبليس قال له نعم أسألني. قال له نحن نحفظ نفسنا منك ومن جنودك الشياطين نحفظ نفسنا كيف الحاجة اللي بنعملها شنو عشان نحفظ نفسنا منك
ومن جماعتك من الشيطان. قال إبليس ضحك قال لي يا أبا عامر أنت عايز تكون شيطان أكبر من الشيطان؟ داير تكون إبليس أكبر من إبليس؟ عايز تغشني أنا؟ أنا شيخ الشياطين زيك أنت يغشني؟ دايرني أكلمك عشان باكر تمشي تنشره في كتبك وتكلم الناس تاني نحن ما نقدر عليكم؟ ما بوريك. قال قلت لي يا أخي من فضلك أرجوك أرجوك أتوسل لك يا أخي، أنا والله لي زمن داير أشوفك داير الإجابة على السؤال ده. قال لي ما بكلمك، والسؤال ده موجود في كتابكم موجود في القرآن، لكن أنت بتقروا الآية وبتمر عليها مرور الكرام ما قاعدين تنتبهوا لها. الآية دي هي اللي بتنجيكم مننا، ولو تمسكتوا بها نحن ما بنقدر عليكم تاني. قال قلت لي الآية دي شنو؟ قال لي ما بوريك لها. يا إبليس يا أخي من فضلك من فضلك أرجوك 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 يا أخي، أنا والله لي زمن أفتش فيك ولي زمن داير أقابلك واسع ربنا جمعني بيك، يا أخي وريني الآية دي. قال لي تعاهدني عهد صادق أنك ما تقول لي زول، أنا بقول لك أنت بس. قال له الآية في كتابكم تقول إن الذين اتغوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. التذكر والبصر يا أبا عامر، التذكر والبصر يا أبا عامر، التذكر والبصر يا أبا عامر، وقال يختفى. فنحن في الأشهر الحرم وفي شهر رجب وفي كل المواسم نتذكر، تذكروا فإذا هم مبصرون. نعم، وربنا قال إن الذين اتغوا إذا مسهم طائف من الشيطان، مستهم الوسوسة من نفحات الشيطان يعني وسوس لهم يعملون من الغافلين. نتذكر هذه الآية، تذكروا، نتذكر الله ونتذكر رضوان الله ونتذكر محبة الله، ونتذكر أننا إذا أحببنا وإذا امتثلنا وإذا رجعنا سنجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، سنجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم على الكوثر ونشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ونجتمع به إن شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات الفردوس. ولذلك نحن نستقبل الأشهر الحرم شهر رجب، ونستقبل المواسم العظيمة، وبعد إن شاء الله هنستقبل النصف من شعبان، وإن شاء الله نقدم فيه كلام في هذه الغنى المباركة، وإن شاء الله نستقبل بعده رمضان ونقدم فيه ما حلقة حلقات إن شاء الله في هذه الغناء المباركة، ليعيننا على التذكر وعلى المحبة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، ومن أحب قوما هو معهم، هو معهم. واحد من الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي سأله قال له يا أخي أنت مالك ضعيف كده وزي تعبان؟ قال له والله يا رسول الله أنا ما عيان، لكن أنا بحبك محبة محبة، وأتذكر يوم القيامة إذا ربنا دخلني الجنة بفضله وبرحمته وبكرمه دخلني الجنة حاكون في الجنة، لكن ما حأشوفك لأنك أنت بتكون في الدرجات العليا، تكون في الفردوس الأعلى، وأنا ما بقدر أصل إلى المكان ده فما بقدر أشوفك. ده لأحزني وده لألمني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ما دام أنت بتحبني حتكون معاي. الصحابة قالوا والله
ما فرحنا بحديث أشد من فرحنا بهذا الحديث. أنه صح أعمالنا ما بتوصلنا درجات النبوة، ما بترغينا إلى درجات النبوة، لكن المحبة إن شاء الله ترفعنا إلى هذه الدرجات، لأن المرء مع من أحب، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب الصالحين، ونحب الأولياء، ونحب أهل الخير، ونحب الأشهر الحرم، ونحب النفحات الإلهية. فهذه المحبة، لأنه زي ما قالوا العند المحبة ما خل حبة، والما عنده محبة ما عنده حبة. فنحن إن شاء الله ومشاهدين الكرام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين ننتهز فرصة هذه الأشهر الحرم، وما يكون كلام ساكت لقضاء الوقت أو للاستماع، وإنما يكون للعمل من المتكلم ومن المشاهد الكريم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل الخير ومن الصالحين. وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإخواننا في الإخراج وفي التصوير، وكل إخواننا القائمين بهذا الأمر، والشيخ عبد الله الطاهر محمد أحمد وإخوانه جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل، ويجعله خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور تاج السير عبد الباري على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي استفتحنا بها مقدم شهر رجب، وكان الحديث عن الأشهر الحرم والتي هي سابق في حياة الزمان والمكان منذ أن خلق الله السماوات والأرض. يبقى قيمة هذه الأشهر ومكانتها من زمن وجودها منذ أن خلق الله السماوات والأرض، يبقى الفضل فيها وبركتها على ما أخبر الله سبحانه وتعالى به على ذلك في القرآن الكريم. سادة المشاهدين، سعيدين جدا كنا بصحبة الدكتور تيسير عبد الباري في هذه السياحة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتهز هذه الفرصة الطيبة، فرصة أشهر الحرم والشهر رجب الذي نقبل عليه في أيام قليلة القادمات، نجعل في ذلك كما تفضل الدكتور أن تكون موسم من موسم الحصاد الإيماني والزيادة في الخير والبركات. شاكرين جدا لكم مشاهدتكم ومتابعتكم وانتظاركم لهذه الحلقة، إلى أن نلتقي وإياكم في حلقات قادمات بحول الله وقوته. نبينا أسرف كزرجر وناجى ربه شاف العجب، الكلم الجبار محتجب وخف له فرضا قد وجب، البلبراق من مكة طار وفي فلسطين كان المطار، حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار. نبي نسر في كذ رجب ناجى ربه شاف العجب، يا نبي نسر في كذ رجب الكلم الجبار ما احتجب وخف له فرضا قد وجب، يا نسر في كذ رجب ناجى ربه شاف العجب، يا به البراق من مكة طر في فلسطين كان المطار، يا نسر في كذ رجب حيث أمر رسل العطار لوحة حلوة وأحلى الإطار، يا نسر في كذ رجب ناجى ربه يا بن عجب، يا ثم بالمعراج ارتغى الجميل هاشم المنتقى، نسر في كذ رجب عظمة الرحمن التغى حيث نال لجميع من تغى، يا نسر في كذ رجب ناجى ربه يا بن عجب، يا والملائكة لحتى
ما طه لا شاف جوع لا ضمايا رفرف سعيد يا نسرة في قدر رجب حيث قاب قوسين ما بعيد كان كلامه لرب المجيد يا نسرة في قدر رجب نجى ربه يا ابن عجب يا رهب المعرج نال مكان ما في ذولا بالدنيا كان نسرة في قدر رجب فالزمن علمنا وزكانا شافع الرحمن ما شكانا في قدر رجب نجى ربه يا ابن عجب يا عليه صلى ربي الكريم الحليم النبي الرحيم يا نسر في قدر رجب وايضا التسليم يا قديم ننجو بك نار الجحيم يا نسر في قدر رجب نجى ربه شاف العجب يا السادة المشاهدين، كنا وإياكم في هذه المساحة في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث عن الأشهر الحرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا قائدا لمواكب الحق المهيبة يا ختام الأنبياء صلوات ربك والسلام عليك بدءاً وانتهاء يا قائداً لمواكب الحق المهيبة يا ختام الأنبياء صلوات ربك والسلام عليك بدءاً وانتهاء محمد من هنا إنا جميعا كلنا صوتا يحرر مبردات الصدق في سمع الزمان